بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في درس جديد من دروس سمارت بي ال اس 3، درسنا رقم 11 مع سيمبل ميديشن أناليسيز، تحليل الوساطة البسيط عبر سمارت بي ال اس 3. الوساطة طبعا يا جماعة احنا تناولناها في دروس كثيرة جدا في الاس بي اس اس، وشرحنا النظري بتاعها والنظرية وأول ما بدأت، وقلنا امتى تكون وساطة كلية وامتى تكون وساطة جزئية وامتى ما يكونش فيه وساطة. فيعني مفيش داعي الحقيقة للتكرار، لكن احنا بنحل المثال النهاردة هنستعيد هذه المعلومات بدل ما نقعد نكررها، موجودة في اكثر من درس، يعني موجودة في دروسي في الاس بي اس اس وفي الامس. فهندخل على طول على التطبيق بتاعنا ونشوف كيفية تطبيق الميديشن من خلال السمارت بي ال اس 3، وهل يختلف في قراءته وهل يختلف في طبيعته، هنشوف الكلام ده كله. طبعا احنا عندنا يعني اما ان احنا نطبق على نموذج بسيط زي ما انتم شايفين هنا في الكتاب، simple mediation analysis describes a mediation analysis in which only one mediator variable is being included in the model. فده اللي احنا هنطبق عليه النهارده، انه يكون فقط في متغير وسيط واحد، هذا هو المتغير الوسيط الواحد اللي هو رضا العميل. يتوسط العلاقة ما بين likability الإعجاب وما بين loyalty اللي هو ولاء للشركة، وأيضا يتوسط العلاقة بين competence بين الكفاءة وبين loyalty اللي هو الولاء. فهنا المتغير الوحيد الوسيط الموجود في الموديل ده هو رضا الكاستمر ساتسفاكشن اللي هو رضا العميل أو رضا العملاء. هذا هو المتغير الوسيط الوحيد في الموديل، فلذلك يسمى هذا الموديل simple mediation analysis. طبعا لتنفيذ simple mediation analysis بيتم من خلال تقنية البوتسترايبنج، ما بيتمش من خلال بي ال اس الجوريزم، لا الحقيقة بيتم من البوتسترايبنج، لان هي اللي بتطلع لي البي فاليو والتي فاليو، بتطلع لي الكونفيدنس انترفال بتاع الاندايركت افكت والدايركت افكت والتوتال افكت، وزي ما هنشوف مع بعض الكلام ده. طيب احنا قلنا قبل كده في الدروس السابقة في الاس بي اس اس والاموس، قلنا انواع الوساطة، لكن انا هكررها بسرعة جدا سريعا جدا. احنا قلنا ان الوساطة لما تكون الدايركت افكت ينعدم لكن الاندايركت افكت سيجنيفيكانت، فدي اسمها فول ميديشن، يعني وساطة كلية. وساطة كلية لما ينتفي الاثر المباشر لكن الاثر عن طريق الميديتور يتحقق سيجنيفيكانت، فدي اسمها فول ميديشن، وهم سموها هنا في الكتاب بتاعهم سموها اندايركت اونلي ميديشن. فلما يتقال كلمة اندايركت اونلي ميديشن هي ايكوال الفول ميديشن. الحالة الثانية لما يكون في اثر، يعني الدايركت افكت دوت سيجنيفيكانت، لو كان الكومبتنس بيأثر في اللياليتي وسيجنيفيكانت البي ليس ذان 0.05، فهنا في تأثير. وايضا لما دخل الكومبتنس على الساتسفاكشن وثم انتقل التأثير ده لللياليتي اصبح ايضا سيجنيفيكانت، فهنا الدايركت سيجنيفيكانت والاندايركت ايضا سيجنيفيكانت، فهنا يسمى بارشل ميديشن. البارشل ميديشن لها نوعين، اما هتكون في نفس الدايركشن وان دايركشن او تكون في اوبوزيت دايركشن. فلو كان هنا مثلا الدايركت افكت بوزيتيف وايضا هنا الاندايركت بوزيتيف، فدي بتسمى كومبلمنتري ميديشن. لكن لو كان الدايركت افكت هنا مثلا نيجاتيف، العلاقة عكسية، لكن لما دخل الميديتور تحولت الى بوزيتيف، فهنا بتسمى العلاقة كومباتيتيف ميديشن. هنشوف الكلام ده دلوقتي بالتطبيق بتاعنا ونشوف هل هتطلع في وساطة ولا لا. طبعا انا عندي هنا competence اللي هو الكفاءة، وعندي likability الاعجاب، وهنشوف هل رضا العميل يتوسط العلاقة بين هذه المتغيرات اللي هي اسمها exogenous وبين المتغير اللي عندنا اللي هو endogenous اللي هو loyalty او الولاء. هنشوف الكلام ده من خلال تطبيق تقنية البوتسترايبنج. نذهب الى البوتسترايبنج، نختار طبعا الريكومندد، الرقم اللي هم قالوا عليه انه 5000، طبعا ممكن تعمل على 500، لكن احنا هنختار نفس الرقم بتاعهم عشان نقارن النتائج اللي هتطلع معانا بنتائج الكتاب، بتطلع الفروقات الحقيقه جدا صغيره. ونختار طبعا التوتال وما نغيرش اي حاجه بدون اي تغيير، نضغط على طول ستارت كالكوليشن. طبعا لانها كومبليت بوتسترابنج فبتاخد وقت، بتاخد وقت طويل، بس مش طويل قوي لانه ده سيمبل اناليسيز. لو كان كومبلكس اناليسيز كان هياخد وقت اضعاف 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 هذا الوقت، لكن ده لانه سيمبل ميديشن اناليسيز مش هياخد الا يمكن دقيقه واحده وهنلاقيه خلص عمليه الحساب دي.
طبعا لما نطلع النتائج اللي هتطلع من البوت سترابنج، احنا هنشوف ايه الارقام بس اللي بتهمني اخدها واحطها في الريبورت، واخدها واعلق عليها زي ما هنشوف في الاكسل اللي انا حطاه لكم ده دلوقتي. بس خلوا بس العملية تكمل وبعدين نرجع للاكسل. كده هو خلص العملية بتاعتنا وطلع الموديل. لو بس رجعنا للسيمبل موديل بتاعنا هنلاقي ابتدى اتحط عليه الاوزان والتقديرات المعالم بتاعت النموذج. نذهب الى ريبورت، ويهمني الباس كوفيشنت، يهمني التوتال اندايركت افكت، يهمني كمان التوتال افكت عشان اعلمها لكم دي جايه منين. فانا يهمني الباس كوفيشنت اللي هي اسمها الدايركت افكت، الباس كوفيشنت يا جماعه هنا اللي هي اسمها الدايركت افكت، ويهمني الاندايركت افكت، ويهمني طبعا التوتال افكت. طبعا احنا زي ما احنا عارفين انه اي حاجه، ده الباس كوفيشنت نبدا بيها، اي حاجه ريد فهي باد، اي حاجه جرين فهي جود، فهنا طبعا نوت سيجنيفيكانت باس كوفيشنت، اما الباقيين كلهم سيجنيفيكانت. طيب خلونا نركز كده على العلاقه اللي بين الكومبتنس واللوياليتي. شوفوا معايا هذا المتغير اللي هو العلاقه المباشره دي، الباس كوفيشنت اللي هي الدايركت افكت. لاحظوا هنا الباس كوفيشنت كام؟ جدا ضعيف، 9 من 1000، 9 من 1000 يعني جدا يكاد يكون ما فيش اثر، صفر يعني تقريبا. وكمان البي فاليو تي تيست بتاعته 168 من 1000، والبي فاليو طبعا اكبر من 5%، يعني نوت سيجنيفيكانت افكت. فاحنا هناخد الكلام دوت ونحطه، وطبعا هنا الكونفيدنس، لاحظوا معايا لو شفنا ضغطنا على الكونفيدنس انترفال هنلاقي ايضا، شوفوا معايا هنظلل برضو الفترات الثقة، هنلاقي انه زي ما اتعلمنا في الدروس السابقة هنلاقي ان الصفر يقع في هذه داخل بين هذه ال اهو، يقع الصفر بتاعنا زي ما انتم شايفين، الصفر يتضمن بين الفترة، موجود الصفر لانه من ماينس 0.097 الى 0.119، فطبعا الزيرو انكلودد، الصفر موجود بينهم. فهنا الباس كوفيشنت او الدايركت افكت احتمال انه يساوي صفر، يعني لا يوجد تاثير. الكلام ده احنا بناخده نحطه في الريبورت بتاعنا، ناخد الباس كوفيشنت اللي هو الدايركت افكت، وناخد فترات الثقه بتاعته، وناخد من هنا من التي تيست، وناخد قيمه التي تيست بتاعته والبي فاليو 168 والرقم ده. كل الكلام ده نروح نحطه فين؟ نحطه في الاكسل زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. اوكي هنا الكومبتنس الى اللياليتي، الدايركت افكت مكتوب كام؟ مكتوب 9 من 1، فترات الثقه نقلناها اللي هي من 97 من 1000 بالماينس الى 120 طبعا تتضمن الصفر، التي تيست نقلناها، البي فاليو نقلناها. طبعا البي فاليو هل هي less than 0.05؟ نو جريتر، فهي اكبر، فيبقى كده نوت سيجنيفيكانت دايركت افكت. كده نفس اللي عملناه على الكومبتنس بين الكومبتنس وبين اللوياليتي هنكرره بين اللايكابيليتي. تعالوا نرجع للموديل بتاعنا، نرجع هنا ونشوف الموديل بتاعنا اللايكابيليتي. هنا دلوقتي بقى هنعمل نفس الكلام، اول حاجه نشوف الباس كوفيشنت، الباس كوفيشنت كام؟ 342 من 1000، يعني مودريت متوسط، وكمان البي فاليو بتاعته سيجنيفيكانت ودي تي فاليو بتاعته، فهننقل الرقم ده 6207 و0 ننقله نفس الكلام هنا اهو. طبعا هنا 6 لانه بيتغير شويه، 207 ولا كانت 206؟ 6207. اوكي والفترات الثقه 342، نشوف فترات الثقه بتاعتنا، فترات الثقه من 236 الى 451، من 236 236 الى 451. طبعا انا عملت الكلام ده قبل كده من شويه، فلما كررت الارقام بتتغير، لاحظت الارقام بتتغير حاجات بسيطه. نتاكد من الكومبتنس، الكومبتنس اتغيرت كمان 97000 الى 119، نروح نظبطها 97000 الى 119، لاحظتوا؟ شوفوا الفروقات
بسيطه جدا. يعني انا عملت ران من شويه ونقلت الارقام، لما عملت ران مره تانية الارقام تغيرت حاجه بسيطه جدا، لانه طبعا البوت سترابنج بيعمل ريسامبلنج، فبتتغير الارقام بحاجات بسيطه. نشوف نتاكد تاني من البي فاليو 8 6 7 و 0، نشوف 8 6 7 و 0. خلاص كده احنا الارقام دي نقلناها صح ومظبوطه. خلونا نظللها باللون الازرق كده. خلاص كده احنا عرفنا انه الدايركت افكت من الكومبتنس لللويالتي نوت سيجنيفيكانت، بينما الدايركت افكت من لايكابيلتي لللويالتي سيجنيفيكانت، يعني في تاثير وتاثير متوسط. تعالوا بقى نروح للاندايركت، نروح للاندايركت، نضغط على الاندايركت توتال اندايركت افكت. لاحظوا هنا ايه؟ تحول الى الجرين، تحول الى الاخضر، ف هنا significant، يعني الاثر غير المباشر اللي من الكومبتنس الى اللويالتي طبعا بواسطه رضا العميل طلع significant، وايضا هنا الاثر اللي بين اللايكابيلتي واللويالتي بواسطه الكاستمر ساتسفاكشن ايضا significant. هننقل الرقم ده 82 من 1000 مع التي تيست بتاعته 200 2 و 392، ننقلها، خلونا نصغر كده نحطه تحت بعض وننقله. اوكي الرقم 82 تمام. بعدين ننقل هنا 2 التي تيست 2 و 392، 2.392. لاحظوا معايا يا جماعه اتغيرت، وهنا كانت 15، يعني انا عملت من شويه كانت 17، تغيرت تغييرات بسيطه جدا بقت 17، ولكن ما زالت طبعا انها significant. نروح نشوف الكونفيدنس بتاعتها عشان ننقلها برضو. الكونفيدنس بتاعت 82 دي تقع ما بين 16 من 1000 الى 151، نغير هنا 16 الى 151. لاحظتوا التغييرات بسيطة ازاي يا جماعة؟ والتي تيست طبعا احنا نقلناها زي ما هي مظبوطة 3 92، وخلاص كده، خلاص كده تمام وسيجنيفيكانت، وطبعا في وساطه هنتكلم عليها دلوقتي. نعمل نفس الكلام، احنا كده عملنا الكاست الكومبتنس مع اللويالتي، نعمل نفس الكلام مع اللايكابيلتي. اللايكابيلتي 214 من 1000 ما تغيرتش، والتي تيست لها 6.6.135135. اوكي والسيجنيفيكانت لها زي ما هي 0. نروح نشوف الكونفيدنس بتاعتها، كونفيدنس انترفال لها بثقه 95% هتقع ما بين 147 من 1000 الى 283، ما تغيرتش. لاحظتوا تغييرات جدا جدا بسيطه. خلاص يا جماعه كده نقلنا الارقام تمام، خلاص 214. طيب نروح نظللها كده، نظلل دي بلون مختلف عشان نتكلم عليها دلوقتي. دلوقتي اصبح عندي ده التأثير المباشر وده التأثير الغير مباشر. لاحظوا معايا هنا الكفاءة مع الولاء لم يكن هناك اثر، لكن لما تدخل الوسيط رضا العميل اصبح في اثر، يعني تحققت الوساطة وهي full mediation، وساطة كلية. لماذا؟ تعالوا نقرأ التعريف بتاعها بيقول ايه. indirect only mediation a situation in mediation analysis that occurs when the indirect effect is significant. لما يكون ال indirect effect significant، هنا هو ال indirect effect significant، hence the mediator لكن significant but not the direct effect، لكن ال direct effect not significant. هنا بنقول انه ال mediator variable fully explains the relationship between the exogenous and the endogenous latent variable also referred to as fault mediation. يعني هنا نقول او نقرر ان المتغير الوسيط يفسر العلاقة ذات الدلالة الاحصائية ما بين المتغير المستقل والمتغير التابع، ولذلك تسمى العملية وساطة كلية. طيب نروح ننتقل للايكابيليتي. اللايكابيليتي الدايركت افكت كان significant والاندايركت افكت ايضا significant. طيب الباس كوفيشن كان بوزيتيف والاندايركت افكت ايضا بوزيتيف، فهنا تسمى وساطة جزئية complementary. يعني ايه complementary؟ يعني
تكميليه. كبر شويه كده اهو، بارشال ميديشن كومبلمنتري. طيب نقرا التعريف بتاعها. التعريف بيقول ان البارشال ميديشن دي هي بتحصل بصورتين، بتحصل الميديتور فاريبل بارشالي اكسبلين ذا ريليشن شيب بتوين الاكسوجينس والاندوجينس. بارشال ميديشن كان كام ان ذا فورم، ممكن تاتي في صورتين، كومبلمنتري لما تكون، او كومباتيتيف ديبوندينج اون ذا ريليشن بتوين الدايركت اند اندايركت. لما بتكون زي ما قلت لكم بوزيتيف في دايركشن واحد بتبقى كومبلمنتري، زي حالتنا لو كانت هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف فبتبقى كومباتيتيف او تنافسيه. كده احنا نكون فسرنا العلاقه وطلعناها. عايزه اقول لكم على حاجه كمان قبل ما نخلص درسنا الجميل النهارده، عايزه اقول لكم كمان احنا كده خلاص حكمنا ان في وساطه بين دي وساطه كليه ودي وساطه جزئيه كومبلمنتري. طيب عايزه اوريكم كمان التوتال افكت ده، ايه قصه التوتال افكت ده، نضغط عليه كده عشان نشوف. التوتال افكت هو المجموع التاثير المباشر والتاثير غير المباشر، يعني توتال افكت ايكوال دايركت افكتس بلس اندايركت افكتس. يعني سهل جدا، تعالوا نشوف مع بعض اوريكم ازاي بيتحسب، يعني او ازاي احنا نقدر نطلعه بمنتهى السهوله. شوفوا معايا هنا، ده التوتال افكت بين اللايكابيليتي واللويالتي. احفظوا الرقم ده كام، 556 من 1000. اوكي 556 من 1000. طيب تعالوا بقى نروح نشوف الرقم ده جه ازاي. الرقم ده عبارة عن التأثير المباشر زائد التأثير غير المباشر. طيب التأثير المباشر احنا عارفينه اللي هو الباسكو افيشنت العادي جدا، ده التأثير المباشر اللي هو ده باسكو افيشنت بين ال دوت مظلل كده، ده التأثير المباشر، ده الدايركت افكت اللي هو 342 من 1000. طيب اجمعه على ايه؟ اجمعه على الاندايركت افكتس. الاندايركت افكتس الاندايركت افكتس اللي هي حاصل ضرب الوصله اللي بين المتغير المستقل والوسيط الميديتور، وضرب الميديتور واثرها على التابع. فهنضرب الاثنين دول في بعض زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين. فضربت ال 424 ضرب 504 فبتطلع الاندايركت افكت. لو لاحظتوا هذا نفس الرقم اللي هو طالع في الاندايركت افكت اصلا في التيبل، اللي لو ضغطنا الاندايركت افكت بنلاقيه. شفتوا جه ازاي؟ لما اجمع بقى دلوقتي الاندايركت افكت اللي هو 214 اجمعه على الدايركت افكت اللي هو 342 هيطلع 556، وهو نفس الرقم اللي طالع في الريبورت بتاعي اللي هو التوتال افكتس. وهكذا نفس الطريقة بالنسبة للمتغير التاني اللي هو الكومبتنس بنفس الطريقة. كده نكون احنا استعرضنا ازاي السيمبل ميديشن اناليسز عبر سمارت بي ال اس 3، وشرحنا النتائج وشرحنا الحاجات اللي تهمنا، وكمان ركزنا على ايه الحاجات اللي احنا هنكتبها وايه الحاجات اللي احنا مش هنكتبها وايه اللي هنعلق عليها زي ما شفنا هنا في الاكسل. الاكسل دوت اللي احنا الحقيقة هو ده اللي احنا بنعلق عليه، الارقام دي فقط اللي بتهمني، بقية الارقام ما بتهمنيش. انا بس يهمني انه يكون التأثير، احكم على التأثير، هل التأثير المباشر كان سيجنيفيكانت ولا لا، وهل التأثير غير المباشر كان سيجنيفيكانت ولا لا. لانه انا من خلال التأثير المباشر والتأثير الغير مباشر انا بقدر احدد نوع الوساطة. فانا جدا عيني على طول التأثير الدايركت افكت والاندايركت افكت، واقارن بينهم واشوف نوعهم، هل هم بوزيتيف مع بعض ولا بوزيتيف نيجاتيف، ولا مفيش اصلا تأثير لا دايركت ولا اندايركت، عشان اقدر احكم على عملية الوساطة. كده نكون خلصنا درسنا النهاردة سيمبل ميديشن اناليسز، وجربنا طبعا على السيمبل موديل اللي موجود عندنا في السمارت بي ال اس. اتمنى تكونوا استفدتوا من درس النهارده، شكرا لاستماعكم. حقوق الفكريه محفوظه للقناه التعليميه، لا اسمح بنسخ المواد التعليميه وبيعها على اسطوانات باي اسعار رمزيه او غير رمزيه، ولكن بالطبع اسمح بمشاركه الروابط في اي مواقع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.